ازيكم عاملين ايه؟ انا مي هرحش ميك اب ارتست. حد فيكم يعرف ايه الفرق بين النص ده والنص ده؟ انا عملت النهارده ميك اب بحاجات هاي اند، ميك اب هاي اند تعدت للاسف اقل حاجه فيها من اول 500 واحنا طالعين، والنص التاني حاجات ما تعدتش سعرها اي حاجه فيهم اكتر من 200 جنيه، حتى 200 جنيه دي ما كانتش موجوده. فانا مش هعمل مقارنه بين الهاي اند والدراج ستور، لا انا بحاول الاقي بدائل باسعار رخيصه. يلا بينا. الحاجه الوحيده اللي ما قدرتش اجيب لكم منها ان حاجه تعدت شويه الدراج ستور للهاي اند هي الفرش. الفرش انا دايما بشوفها استثمار، يعني لو كانت الفرشه ب 100 او 150 او 200 جنيه هي فرشه هتعيش معاكم فتره طويله جدا لو انتوا بتستخدموها صح وبتغسلوها كويس وبتهتموا بيها، على عكس الميك اب اللي هو بيخلص او بيبقى اكسبايرد. لكن الفرشه ممكن تعيش معاكم بالخمس ست سنين حرفيا من غير ما يحصل لها اي حاجه ما دام هي نوعها كويس والشعر بتاعها كويس. وفي انواع كتير من الفرش مش لازم تبقى غاليه قوي، بس في انواع كتير من الفرش بتعادل الاسعار اللي هي غاليه جدا مبالغ فيها. دلوقتي هحط في الجزء الشمال برايمر بنفيت بيعادل ثمنه 650 او 700 جنيه، وهنا برايمر مابلين بيعادل ثمنه 120 140 اقصى حاجه. ممكن تستغنوا عن الخطوه دي طبعا في الميك اب بتاع كل يوم، انا ما بحطهوش عادي في الميك اب بتاع كل يوم، بس انا بوريكم الفرق بين الاثنين. هنحط ده بتاع بنفيت، انا ما بحطش غير في الاجزاء اللي هي بس التي زون هنا وعند الخد حاجات بسيطه، مش لازم احطه في كل وشي لو هينشف. وانا رطبت عامه بشرتي وغسلت وشي بالغسول بتاعي والعين وكل حاجه، وده هحط فيه مابلين. هو مابلين بيبقى بيدي شكل سموث شويه وناعم اكتر من بنفيت، بس النتيجه في الحقيقه بتاع بنفيت اقوى. ندخل بقى على خطوه الفاونديشن. هنا معايا ماك ومعايا انا في نوعين انا بحبهم قوي، بتاع لوريال انفاليبل ده لطيف جدا، وكمان بورجوا ايرمات. بورجوا ايرمات سعره برضو كويس قوي، 170 180 200 جنيه اقصى حاجه اعتقد، وده برضو كنت جايباه في اوفر كان 220 حاجه كده. الاثنين بيقعدوا وقت طويل قوي لان بتستخدمي حاجه صغيره منهم، وبرده ماك بيعدل سعره ارخص سعر ليه 700 او 750، وانا يعني انا في الحقيقه بستعمل دول في العادي، وبستخدم ماك ده نادرا جدا كشخصين. احنا بنتكلم على الميك اب الشخصي مش ميك اب يعني بروفيشنال بقى وعرايس والكلام ده. انا هحط في الفرشه اهو، انا حطيت على ايدي بتاع ماك دلوقتي وهحط كده. بنحط الفاونديشن من تحت لفوق. ده بقى هنستخدم لوريال، انا بفضله جدا وهو اخف بكتير من ماك. توزيع الاثنين كويس جدا، مش محتاج حتى اضغط، يعني انا هضغط احتياطي بس توزيع الاثنين كويس جدا لايت قوي، مش حتى نسبه كبيره. اما الكونسيلر الثاني ان انا بصوا ما بستغناش عنه خالص، هو كونسيلر الايزر. الكفر بتاعه حلو قوي، في منه الالوان اللي هي الكوراكتور زي الاخضر عشان الحبوب الحمراء، في منه الاورنج عشان يكنسل الهالات او الحاجات الغامقه اللي موجوده اللي في الوش، وفي منه الالوان كتير وشاد مختلف قوي، فانا بيعجبني جدا. اولا السعر كويس، حجمه كويس، الكفر بتاعه هايل، مش برضو بيقفش قوي على تحت العين فيبين الخطوط. انا كنت جايباه في اوفر كان حوالي اغلب اللي كانوا موجودين ده حوالي سعره 85 جنيه، بيتراوح سعره ما بين 110 120 في الستور الكبيره اللي بتجيب ميك اب من بره، لانه للاسف مش متواجد زي مثلا لوريال او مابلين او بقيه الحاجات بتاع دراج ستور. انا اخترت في العين اليمين نستخدم لكم كونسيلر الجيرل، والدرجه اسمها لايت 10، وهستخدم الماك اللي انا عامله له ماكس في الناحيه الثانيه. لما بنيجي نحط الكونسيلر بنحطه بالشكل ده وبنسيبه شويه، يعني حوالي ثانيتين بس يمسك، وبعد كده نبلنده. دي الخطوه دي بتبقى مهمه للناس اللي عندها تجويف او هالات او خطوط. اي تنت عندكم اماندا لوريال اي بلاشر كريمي حطوه، الحاجه اللي انتوا بتحبوها حطوها، لو ما عندكوش انا بقول لكم الازمه دي ممكن تحلوها ببروج عادي.
والناس اللي هتقول ان لا الروج ما يتحطش على الخد، لا عادي يتحط على الخد ويتحط على العين وبتعمل فيس اي شادو عادي جدا، ما فيهاش اي مشاكل خالص. انا جبت لكم لون قريب شويه، ده اغمق من اللي موجود، فهنحط ده الاول، بحطه على الايد عشان اتحكم فيه، وبالفرشه هنحط التاني بتاع ماك. اعتقد انا حطيت الاثنين، مفيش فرق واضح قوي بين الاثنين. يلا نكمل. دلوقتي هنستخدم الباودر. لما جيت انزل عشان اشوف نوع باودر ان يبقى فيه لوس باودر ويبقى لطيف وكده، لان هنا المقارنه بتبقى صعبه قوي. انا طول الوقت بستخدم دولا مارسي باودر، انا بحبها جدا لانها لطيفه وخفيفه، وبستخدم ان ترانسبيرنت فبتبقى شفافه وبتاخد اللون التون اللي موجود. وكمان بستخدم بتاعت هدى بيوتي بنانا عشان تكنسل اهلاف او الغوامق الموجودة في البشرة. فجبت لوس باودر ايرسبون استخدمها، هي حجمها حلو جدا وكمياتها كافية. لونها ساعات مش مع كل التون بتاع البشرة بتدي، مع ان دي ترانسبيرنت المفروض شفافة، بس ساعات لازم تمزجيها بحاجة تدي لون شوية، لانها بحس انها شاحبة بتدي بيل سنة، لكن بتقضي الغرض في اوقات كتير في انواع كتير من لون البشرة. وجبت واحدة تانية اماندا عاملة خط جديد اسمه نود لوك، جبت منها 05 اللي هي بنانا. اولا عجبتني جدا، حجم الباودر مش وحش بس ناعمه قوي، السبونج بتاعتها ناعمه جدا، سعرها خرافي تقريبا، كنت جايباها ب 75 او 80 جنيه. وكمان على البشره حلوه قوي، وهنشوف دلوقتي. ده بجل انستازيا وده بالقلم بتاع شي ان. مؤخرا بقيت استسهل القلم بتاع شي ان، اسرع واسهل، وكمان فيه فرشته اللي هو هنا ورفيع جدا وبيعمل شعره شعره. القلم ده بتاعه 85 جنيه ودي ثمنها 400 جنيه. باليت دي كانت ب 1400 جنيه. عملت كده وجربت اجيب باليت من جوميا اسمها إيميجو، هوريكم الباليت. طبعا انا مش هقارن البيجمنت ولا هقارن الالوان ولا هقارن اي حاجه، انا بجيب بدائل. دي ثمنها 1400 جنيه ودي ثمنها 99 جنيه. طبعا البيجمنت بتاعت هدى بيوتي يا دوبك بنحط مره كده خلاص بيبقى البيجمنت واضح، وما بنضطرش ان انا اجيب او ان انا استخدم الفرشه كذا مره على الاي شادو. التاني بتحتاج شويه، مرة واثنين وثلاثة بس. أنا بالنسبة لي لو أنا كل يوم بنزل دي لطيفة وعملية ومش مشكلة بالنسبة لي خالص. هستخدم ماسكرا لوريال في العين دي وماسكرة سيفورا في العين دي. خلصنا الماسكرا، هنا سيفورا وهنا لوريال. أي نوع استخدموه الماسكرا، المهم ما يبقاش ووتر بروف، تتأيدوش بالماركات. هستخدم برونزر هولا برونزر، البرونزر ده تمنه 650 جنيه، وهستخدمه على الجزء ده. جبت لكم اللون اماندا، يعني قعدت ادور على اكتر حاجه ممكن تبقى لون مقارب شويه. هنا هستخدم باليت الهايلايتر اللي جبتها من شي ان برضو، والباليت بتاعت انستازيا. دلوقتي جبت لكم اكتر درجتين قريبين، سيبال الدرجه دي انا بحبها قوي، هو كريمي هو مش بيثبت جامد، وسيفورا الدرجه دي قريبه جدا 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 ليه. هوريكم ان الدرجتين قريبين لبعض، دي اغمق من دي شويه بتتحول معاك، دي كريمي اكتر. نحط انهي؟ انا هجرب النهارده احط سيبال. اللوك الاخير اهو ده وده، مش حاسه ان في فرق كبير، ومش حاسه ان الالوان واضحه ان في فرق كبير. ويا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم. لو عايزين تستفسروا عن اي حاجه وعن اماكن اي حاجه من اللي انا قلت عليها النهارده سيبولي في الكومنت وانا هرد عليها بنفسي.